تشوفوا سي طاهر بن حسين عنده 7 ولا 8 تهم إحالة ومن مسنون فيهم يؤديوا الأعدام نفهم يعني جبدوا قوانين ماتت كومبيون دي جوي مهجورة وجبدوها وقاعدين نستعملوا فيها وقت يشوفوا زياد الهاني كيفاش بدون أصل تقوى وبدون سماعه وبدون حتى الاستماع إلى محامي تصدر في شأنه بطاقة إيداع للسجن وتجي من بينه ومن برا من عند شخص بالضبط العدلية والقاضي معناها ينفذ الأوامر ومن بعد يدخل قاضي آخر يقولوا برافو برافو نفذ نفذ وزميل زياد الهاني تم اختطافه بشكل غير قانوني هذا يبين وأنه تم إشكالية كبيرة خلوا هنا 2 متر